يقول السائل: إذا عاد المسافر إلى بلده بعد صلاة العصر وكان قد أفطر هذا اليوم، فماذا عليه؟ هل يمسك أم يبقى على فطره؟ إذا عاد إلى بلده في أثناء النهار ولو ما بقي في النهار إلا نصف ساعة أو أقل أو عشر دقائق، يمسك بقية اليوم قل أو كثر، تأدبا مع الشهر واحتراما للشهر، فلا يأكل وهو مقيم أو يفطر وهو مقيم، لأن السفر انتهى فيعود إلى الصوم، ولكن يقضي هذا اليوم فيما بعد لأنه لم يصمه كاملا وإنما صام بعضه. نعم.